اهلا بحضراتكم، احمد شكري بوست سيلز شركه ريجين مكتب مصر. هنبدا النهارده ان شاء الله مع بعض اول فيديو في سلسله فيديوهاتنا شورت فيديوز هاو تو كرييت. فيديو النهارده عن هاو تو كرييت بروجكت. هنا هيساعدني بروتوكول خاص بريجين اللي هو السن. ده هنخليه في فيديو منفصل لوحده وهنتكلم عنه بالتفصيل. هنا هيبقى عندي سؤال واحد لحضرتك، تاخد وقت قد ايه علشان تكريت بروجكت؟ البروجكت بتاع حضرتك هيكون بروجكت اس ام بي، يعني سمول ميديوم بزنس، عباره عن Gateway, Switch, POE وAccess Point. وكمان هيبقى معانا أول دور Access Point عايز تربطها على النتورك بتاعتك عن طريق المش، يعني مش هتوصل لها كابل إيثرنت. خلينا نشوف مع بعض الأول الباك بتاعتي. أول حاجة عندي هنشتغل عليها مع بعض Gateway موديل EG210، ده 4 WAN بورت، 6 LAN بورت، ده لود بالانس راوتر ولينك باك اب راوتر. تاني حاجه معايا سويتش اي اس سيريز 200، ده من السويتشات القويه جدا في سي اس تي في، وده هنوضح ليه انا بقول قوي جدا في سي اس تي في الفيديوهات اللي جايه منفصله من لوحدها. معايا تو اكسس بوينت، واحده سيلينج ماونت وواحده وول بليت، وده طبعا اول دور اكسس بوينت دي هنربطها مع البروجكت بتاعنا عن طريق المش. نبدا نكريت مشروعنا، وهنا عندي طريقتين لكريت المشروع من على موبايل حضرتك من على الابلكيشن. اول حاجه ده شكل الابلكيشن بتاعنا، هنضغط عليه هنلاقي معانا هنا كرييت بروجكت، هنضغط كرييت بروجكت هيظهر لحضرتك تو اوبشن، كونكت تو واي فاي او سكان للكيو ار كود. خلونا نجرب مع بعض سكان للكيو ار كود. اي قطعه عند حضرتك متصله بالشبكه بتاعتك بيبقى ليها كيو ار كود، مثلا القطعه دي في كيو ار كود معايا هنا، هنعمل له سكان هيكون ظهر قدامنا الاكسس بوينت بالموديل بالسيريال نمبر بالماك ادرس بتاعها، هنضغط اد. هنا بيظهر لحضرتك البروجكت نيم، اسم المشروع هنسميه وليكن مع بعض ريجي. هنلاقي تحت الاسم معانا هنلاقي المانجمنت باسورد، ده اهم باسورد معانا في النتورك كلها، اي ات 1 2 3 4 5 6. كده كريتنا الباسورد، هنرفع فوق هنلاقي بيطلب من حضرتك الاس اس اي دي او الواي فاي نتورك نيم، هنخليه فليكن ري. تحت اسم الشبكة هتلاقي عند حضرتك الانكريبشن اللي هو الباسورد، بيقول لحضرتك اقل حاجة 8 ارقام هندخله، يا اما هنلغي الانكريبشن ونخليها اوبن، نخليها اوبن دلوقتي ونبقى نغير بعدين. بعد كده الكونتري، بعد كده السيناريو. طبعا احنا وضحنا قبل كده في الفيديو السابق ليه السيناريو مهم معانا، هنختار هنا وليكن اوفيس، هنضغط تحت اوكي. في اقل من دقيقتين مشروع حضرتك بتكون مركريت وظاهر معاك جيت واي سويتش تو اكسس بوينت بالموديلات بتاعتك. لو حضرتك هتبص معايا هنا انا قافل الواي فاي، يعني انا مش كونكت دلوقتي على النتورك، انا دلوقتي كونكت عن طريق الداتا بتاعتي، يعني انا دلوقتي شايف المشروع بتاعي ده عن طريق الكلاود. خلينا نشوف اخر حاجه معانا النهارده، وهي اننا نربط قطعه الاكسس بوينت الاوت دور اللي مش متصله بالنتورك بتاعتي على الشبكه بتاعتي عن طريق المش. في عندي تحت تول كيت هسحبها لفوق هلاقي هنا اي بي مش، هنضغط عليها هنلاقي مع حضرتك بيظهر اوبشن سكان، نضغط على سكان هيبدا يعد قدام حضرتك فوق. في اقل من دقيقه القطعه بتكون ظاهره مع حضرتك في السكان وبتكون متاده للنتورك بتاعتك. خلينا نشوف مع بعض، القطعة فعلا ظهرت دلوقتي الاوت دور اكسس بوينت بالموديل بالماك ادرس بتاعها، هنضغط عليه وتحت في سكان اجين او مش، هنضغط على مش. دلوقتي هو بيربط قطعة الاوت دور مع النتورك بتاعت حضرتك. وميزة مهمة عندي ان كل القطع او كل الاكسس بوينت عندي بتسبورت مع حضرتك المش الا موديلات محددة زي ده، انما اي قطعة اكسس بوينت عندي البورت بتاعتها اقل حاجة 1G دي بتسبورت المش معانا. كده القطعة بتاعتنا ظهرت مع حضرتك ان هي اتربطت خلاص على المش. فيو مور او سكان اجين لو عندك قطعة تانية ما ظهرتش معاك، يا اما نرجع ورا علشان نشوف النتورك بتاعتي. هنرجع للبيدج الانترو بتاعتنا هنلاقي الاكسس بوينت الاول دور بقت متصلة معايا على النتورك بتاعتي، يعني بقى هنا عندي الجيت واي مالتيبل وان بوردز، وهنا السويتش الاي اس سيريز 200 اللي بيسبورت البي او اي، ودول التو اكسس بوينت هنا بتسبورت المش، دي مش بتسبورت المش عشان فاست ايثرنت. وبالشكل ده يبقى كده حضرتك كريت البروجكت في اقل من 3 دقائق، كان البروجكت كله طالع مع حضرتك كلاود، زائد انك ضفت اي جهاز عند حضرتك جوه النتورك مش واخد كابل ايثرنت، قدرت ان انت تقاده للشبكه المش بتاعت حضرتك. وبكده نبقى خلصنا الفيديو ده، وان شاء الله اكون قدرت اوصل ازاي نكريت مشروع بسهوله، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد المره اللي جايه. شكرا لحضراتكم.